المطلوب لهذا السيستم انه نصمم كنترولر بحيث انه الاوفرشوت يساوي 16.3%، والرايز تايم اقل من او يساوي، والاوفرشوت اقل من او يساوي 0.4837 seconds. اوكي، بدنا نصمم كنترولر يحقق هذا الكلام، وبعدين كمان بدنا نصمم اوبزرفر يكون 10 تايمز faster than مين؟ كنترولر. اول شيء في البلانت اذا بدي اصممه لحاله، صحيح لو بدي اصمم اوبزرفر لحاله يراقب هاي البلانت ويعطيني الفاليو تبعت التو ستيتس بدون كنترولر، راح اصممه 10 مرات اسرع من البلانت. بس اذا صممته مع الكنترولر بده يكون 10 مرات اسرع من الكنترولر. اذا راح احط هون انا faster than the controller اذا كان عندي كنترولر، وراح احط بين قوسين or the plant، خلينا نكتبها بشكل واضح احسن بلاش تتلخبطوا، than the controller if a controller is used. راح احطهم بين قوسين or the plant. هلا راح تسالني ليش انا بدي اوبزرفر اذا مش راح اصمم كنترولر؟ كلامك صحيح بكون ملوش معنى. يعني هل انا بس هيك مهتم اطلع على السيستم واشوف الاوبزرفيشن قديش القيم؟ لكن لو قررت اعمل هيك or 10 times faster than the plant if no controller was used. في ماشي السؤال واضح؟ بدنا كنترولر بدنا اوبزرفر، ولما بصمم الاوبزرفر راح اخذ الاستيميتد اوتبوت اكس هات من الاوبزرفر وراح ادخله على الكنترولر، راح اضربه في كي وبعدين من كي راح ادخلها على يو وراح يشتغل بهاي الحاله. طيب اذا اول شيء خلينا نطلع الكنترولر بالكانونيكال فورم. والكنترولر بالكانونيكال فورم راح اخذ اف اوف اس تساوي واي اوف اس على يو اوف اس، وتساوي اس زائد 2 على نضرب هدول بتعطيني اس سكوير بلس 1 اس بلس 3 اس بلس 4 اس بلس 3، وراح نفترض هاي بتساوي كيو اوف اس وتساوي اكس 1 اوف اس، اكس 1 عشان يطلع معي بنفس الفورم تبع فوجات. راح نضرب هدول الطرفين ببعض، فلما باخذ عفوا راح اخذ اول شيء يو اوف اس على S سكوير زائد 4S زائد 3 بتساوي X1 of S، وعندي Y of S على S plus 2 تساوي X1 of S. رح نضرب الطرفين هدول بصير عندي U of T بساوي X1 of T double dot زائد 4X1 dot زائد 3 X1 of T، ومن المعادلة هاي رح يطلع معي X1 dot X1 of T dot زائد 2 X1 of T تساوي Y of T. هلا رح نعمل X1 dot تساوي X2. ايش الاوردر تبع السيستم؟ سكند اوردر. عندي اذا عندي تو ستيت فيربز رح اسميهم X1 و X2. اذا بالحاله هاي رح يصير عندي X1 بساوي X2 dot. هلا هون X1 دبل دوت رح تصير هي نفسها X2 دوت، وراح ادورش الثانيين على الجهه الثانيه. يو اف تي اصلا هي على الجهه الثانيه، راح احطها هون وهدول راح يروحوا على الجهه الثانيه. اكس 1 دوت هي اكس 2 واكس 1 هي اكس 1، فبصير عندي ماينس 3 اكس 1 اوف تي ماينس 4 اكس 2 اوف تي زائد يو 1 اوف تي. هاي المعادله الاولى بتهمني، وهاي المعادله كمان بتهمني، وبضل عندي معادله السي مش هيك هون، فراح يصير عندي هلا واي اوف تي تساوي 2x1 of t زائد x2 of t، وهي المعادلة الثالثة، ودي راح تطلع معنا 0. فمن هذا الموديل هون هلا راح يصير عندي ايش وبساوي؟ نبدأ بهاي المعادلة. هاي عندي هون 0x1 زائد 1x2، وعندي بالمعادلة هاي عندي minus 3 minus 4 مضبوط؟ b تساوي حسب الكنترول اللي كانوا بالفورم تكون عندي 0 و 1 مش هيك مضبوط؟ سي تساوي 2 و 1
بالضبط. اوكي هاي اول خطوه.